طالبت إيران وما تزال بتعاون دولي واسع في مواجهة فيروس كورونا. كررت المطالب أثناء استضافتها لوفد منظمة الصحة العالمية الذي يتجول في مستشفياتها ومراكزها الطبية والبحثية منذ أيام. أشاد الوفد بالإجراءات الاحترازية لكنه طالب بالمزيد أيضا. قمنا بتفقد المستشفيات وتحدثنا إلى المسؤولين التنفيذيين والكوادر الطبية، والأجواء السائدة جيدة جدا، والمسألة المتفق عليها من قبل الجميع هي العمل بتفاؤل. تأتي زيارة الوفد بالتزامن مع الجدل القائم في الشارع حول دقة الإحصائيات المعلنة من قبل وزارة الصحة الإيرانية. لابد من اتخاذ خطوات أشد كفرض الحجر الصحي وتحديدا على العاصمة لظروفها الخاصة وعدد سكانها. أتصور أن الحكومة اتخذت قرارات جيدة، ولكن بحاجة إلى تنفيذ صارم خاصة فيما يتعلق بالسفر. داخليا تدعو السلطات إلى التزام صارم بالإجراءات الوقائية وتمنع السفر بين المحافظات لمنع تفشي الفيروس. خارجيا يطالب وزير الخارجية الإيرانية بتحرك دولي إزاء عقوبات واشنطن الطبية المؤثرة على علاجات المصابين بالكورونا على حد قوله. لم يقف الكورونا عند حدود الأزمة الصحية في إيران، إنما بات يطرق أبواب الاقتصاد، فحركة الأسواق في أيام أعياد رأس السنة الفارسية حاليا ليست كالمعتاد. ياسر مسعود، العربي، طهران.